حابين نسألك عن اللي استفزك في الدور خلاك ترجع تاني للسينما. والله ما الفيلم نفسه كان في الأول، أول مرة قريت الفيلم ده كان جابولي شادي وحسين نيازي أصدقائي وحبايبي، ما شدنيش قوي. بعدين بعد ما عادوا كتابته بعديها بشوية قال لي جرب كده اقراه، فقريته لقيت نفسي بضحك، عجبني. أبطال كتير، شخصيات كتير مختلفين عن بعض جدا، كل واحد عنده أدج. الفيلم نفسه إيقاعه سريع وفوضى، الحاجات دي كلها تطلع كوميدي، يعني تطلع كوميدي كويس كده. أفهم إن كان سبب يعني بعيدك عن السينما كان سببه مثلا الورق ما كانش بيعجبك؟ لا لا، في ورق كويس وأنا بعمل ورق كويس، وأنا ما بستناش لحد ما ألاقي ورق كويس، أنا بعمل ورق وبكتب أنا وبشتغل أنا وشادي على حاجات وبتاع. بس كل حاجة بقى ليها بقى ظروفها، يعني ممكن بقى أقعد على مشروع أنا حضر شهرين ثلاثة وبعدين فجأة نعطل لسبب ما فنروح على مشروع تاني نسرح فيه، فاهمة؟ شغلانة بتاعتنا دي صعبة يعني. طب ايه سبب توقف البودكاست بتاعك؟ ممكن عشان كان جري وكان الفنانين بياخدوا راحتهم فيه قوي لدرجة ان هم يشتموا او كده؟ مين قال توقف؟ لسه فيه اجزاء منك؟ اه طبعا. لا لا لا، ده السيزن الجاي احلى سيزن، ليك لوك 3 اللي جاي ده رمضان مستنيين. واصلا انا هتنبسطوا قوي.